وربما في اهتمام كبير جدا من الدولة المصرية ان احنا نحيي الفنون التراثية ونشجع الاجيال الجديدة من الحرفيين والفنانين الشباب اللي بيشتغلوا في مهنة الحرف اليدوية اللي بيكون لها طابع تراثي وثقافي. ربما من هنا جت للدولة المصرية فكرة معرض تراثنا. المعرض ده ربما اصبح تقليد سنوي بيتعمل كل عام تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. بيجمع هذا المعرض كل منتجات الحرفيين المتخصصين في الصناعات اليدوية والتراثية من كل المحافظات بتنوعاتها الثقافية وتلاوينها الحضارية. علشان كده المعرض ده بيكون غني جدا بالمعروضات وغني بالقطع الفنية المستوحاة من التراث المصري العريق. يعني الحقيقة ده حقيقي في معرض تراثنا اللي افتتح نسخته الرابعة امبارح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء. هتقدر انك تلف وتتفرج على كل فنون مصر وابداعها التراثي، خاصة انه بيجمع اكتر من 30 حرفة يدوية. بيشارك كمان في المعرض اكتر من 1100 عارض، هتلاقي كل انواع المشغولات والرسم على الحرير ومشغولات من سينا واخميم وملابس تراثية وبرضو مشغولات فضية ونحاسية والسجاد اليدوي والخزف. الحقيقة كل قطعة هتشوفها هناك هتلاقي فيها جمال ورقي مستوحى من التراث بشكل عصري وكمان بيناسب كل الأذواق. صحيح يا دينا، وربما الاهتمام هنا مش بس بالتراث، الاهتمام هنا أيضا بالعمالة، بالشباب، بتوفير فرص العمل، بتسويق منتجاتهم، بفتح فرص تصديرية ليهم في الخارج. يمكن السنة دي لأول مرة بيشارك 5 دول عربية في هذا المعرض: السعودية، الإمارات، الأردن، السودان وليبيا. وربما ده بيفتح عدد كبير من النوافذ للشباب أصحاب المشروعات الصغيرة والحرف اليدوية إنهم يتعرفوا على ثقافات ومنتجات دول أخرى، وفي نفس الوقت أيضا بنتحلهم خلال هذا المعرض فرص تصديرية لكل الأسواق العربية. ضيف على كده كمان التنوع اللي موجود في المعرض والمشاركين فيه، يعني هتلاقي شباب من كرة وحياة كريمة، وهتلاقي أجنحة خاصة بالعارضين في المحافظات الحدودية زي أسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر، وكمان في مشاركة من شباب جنوب وشمال سيناء ومطروح. ده غير أنه في أكتر من 100 عارض من ذوي الهمم، كمان في أجنحة خاصة لطلبة الجامعات والجمعيات الأهلية. كل ده بيعمل الحقيقة حالة من الزخم والتنوع في المنتجات المعروضة، وبيفتح أكيد أبواب رزق للعاملين في الحرف اليدوية، وكمان بيحافظ على تراثنا وثقافتنا وبيدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبيوفر لهم فرص تسويق جديدة. بنصبح على حضراتكم وصباح الخير يا مصر.